أعطيني شيء بحرف الأحمر. الأزرق. صح. زين. أعطيني شيء اللي في البحر وهو يصيدوه ونحن ناكله الظهر. سمك. صح. زين. أعطيني حيوان بحرف اللام. لام. أسد. صح. وش يعرف عندي؟ أعطيني بقرة لونها أصفر. أصفر؟ أيوة. ما تعرف حرف الغاء؟ غراب. صح. أعطيني آيس كريم بحرف الألف. ما تعرف؟ زمزم.